وفت عينك هاي الحالة وخلي القصة على المسافرين إلى تل أبيب التوجه للبوابة رقم 9. إيه أبو صقر يا زلمة شوف يا زلمة شوف اليهود طلع 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 شو قاعد بسووا. فعلا إنك خالص خيو هذول أول إشي مم يهود هذول إسرائيليين هذا أول إشي. ثاني إشي ليش ما يرقصوا ليش ما يمزوا ليش ما يتجلوا شو المانع يعني ها؟ ما في مانع خيو يا زلمة معقول هيك بطلع من سمك حكي يا أبو صقر. شوف يا جمعة دائما الشغلة بتنقسم نصين بس احنا العرب بزبط علينا ثلاث انصاص الله خلقنا مضحكي ومهجري للعالم كله ند علي جاي. النص الاولاني راكبي عليه ايران مفحجي عليه والنص الثاني مفحجي عليه الله يسلمها حبيبتنا وحبيبتهم امريكا. النص الثالث عليه نمرة خضراء يعني سياحي يعني اي واحد بيجي بركب وبيشغل وبفحج وبمشي اي زلمه بحق لهم مش رقصوا يا زلمه يشكر الله انه اليهود قابلين وراضين انهم يفحجوا علينا. انا يا زلمه خايف من شغله ثانيه شو يا ابو صقر خايف يا سمعة انهم ينطوا تكمل يا ابو صقر افهمت عليك